احنا شنو ندير المهرجان النسخه ديالو الرابع عشر. هاد النسخه اللي كتنظم تحت شعار الفلاحه والسياحه يوم 22 غش تحت معرض التجاري من خلال هذا المعرض هذا عملنا على دعم وخلال البرنامج العام ديال المهرجان الوطني للتفاح على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك السياحه البيئيه والايكولوجيه. احنا من داخل جمعيه المهرجانات ومجزر كندر ومن داخل كذلك اداره ديال المهرجان كتبحوا دائما لانه يمر المهرجان ولكن يخلي واحد الاثر ايجابي على الوضع السوسيو اقتصادي للساكنه المحليه، وذلك طبعا عبر خلق مشاريع مديره للدخل وكذلك خلق فرص للشغل. بالاضافه للمعرض الفلاحي التجاري والثقافي كانت هناك مجموعه ديال الانشطه فيها ما هو رياضي فيها ما هو ثقافي فيها ما هو فني. كانت تنظمت العديد ديال المباريات الرياضيه وخاصه مباراه في الكره الحديديه حضرت معنا تقريبا 163 ثلاثي بيتو 163 ثلاثي اللي حضر من جميع انحاء المملكه من الرباط من الدار البيضاء من تطوان من فاخ من كناس. كانت كذلك ورشه تكوينيه في حرف الامازيغي كيفنا. كانت هناك مجموعه من المحاضرات تناولت بالدرس والتحليل مجموعه من المواضيع ضمنها اللغه الامازيغيه في التعديل الدستوري الجديد. هناك كذلك موضوع محاضره تحت عنوان السياحه البيئيه والايكولوجيا. هناك محاضره اخرى او ندوه تحت عنوان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاضافه الى ندوه لفائده التعاونيات المنطقه لاطرها اساتذه واستاذات كيمثلوا الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وخلال بغي نذكر انه خلال المحاضره اللي تناولت الموضوع ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي اطرها السي احمد اي تحديت الرئيس ديال الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان حضر معنا السيد نجيب ميكو مدير العام لمكتب التسويق والتصدير اللي كيساعد مجموعه ديال التعاونيات في التسويق ديال منتوجاتنا سواء على المستوى المحلي او المستوى الوطني. احنا من داخل مهرجانات من داخل جمعيه مهرجانات ام جزار كندر ومن داخل الاداره ديال المهرجان كنطمحوا انه المهرجان ديال ام جزار كندر ننتقلوا به من الوطني للدولي ان شاء الله. وهذا الشيء ما غايجيش غير بالمجهودات ديال الجمعيه، هذا الشيء خصو يتضافر جميع جهود ديال جميع المتدخلين، السلطات، مجالس منتخبه وكذلك الادارات المعنيه. ومن هذا المنبر هذا كنوجه نداء للوزاره الوصيه على القطاع الفلاحي وكذلك الوزاره الوصيه على القطاع وهذا المنبر هذا كنوجه نداء للوزاره الوصيه على القطاع الفلاحي وزاره الفلاحه والصيد البحري وكذلك وزاره ديال السياحه باش تعطي واحد الاهتمام كبير لهذا المهرجان اللي كيساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المحلي وبالتالي المساهمه في الاقتصاد الوطني. حنا كنطمحوا نجعلوه اكثر تنافسيه خاصه انه كما كنقولوا هناك منافسه شرسه لاقتصادات اخرى سواء من اوروبا او من امريكا اللاتينيه. كما قلت الوزاره ديال السياحه وزاره الفلاحه والصيد البحري تعطي واحد الاهتمام كبير لهذا المهرجان لانه مهرجان وطني وكبير فيه مجموعه ديال الانشطه كتخصو مبالغ ماليه مهمه وكذلك الحضور ديال الشخصيات المعنيه باش تعطي واحد الوزن لهذا المهرجان هذا. من خلال القاء واحد الاطلاله على البرنامج العام هناك مواضيع اخرى او برامج اخرى لان هو يوم السبت يوم السبت ان شاء الله غادي تحتفل المهرجان بواحد الكرنفال كبير غادي تحضر فيه مجموعه ديال التعاونات ومجموعه ديال الجمعيات وغادي تمر فيه كذلك ملكه جمال التفاح لسنه 2013. قبل ما ذكرتش انه تم الانتقاء ديال الملكه ديال الجمال ديال التفاح والوصيفتين ديالها وكذلك العروس الامازيغي وكان تم ذلك يوم 27 غشت 2013 بالقصر البلدي لموزار كندر. بالنسبه للانشطه الاخرى كنلاحظوا انه هناك
كنلاحظوا هنا كاين معروض ديال المنتوج ديال التفاح اللي هو كيشكل العمود الفقري ديال الاقتصاد المحلي. هناك مجموعه ديال التعاونيات على المستوى المحلي، الشغل ديالها الشاغل هو التسويق ديال هذا المنتوج هذه. في سابق كان المنتوج ديال التفاح ما معروفش بزاف، حنا من داخل جمعيه مهرجانات المجار كندر وكذلك بتعاون مع جميع المتفكرين على المستوى المحلي، كنطرحوا انه باش التسويق ديال هذا المنتج هذا يعرف واحد الطفره متنوعه ويكون عنده اثر كبير على الفلاح الشام. كذلك كنطرحوا مجموعه ديال الامور من ضمنها المشاكل اللي كيعانيها الفلاح في المنطقه، خص الفلاح خصو الدعم، خصو الدعم بجميع الانواع ديالو سواء في الزراعه او في البوتاغوت بالنسبه للسقي بالتنقيط، وكذلك في بناء وحدات ديال التبريد، وكذلك في التسويق، لانه الحمد لله حاليا كاين واحد المنتوج الشيء اللي ذكرنا. كانت هناك مجموعه ديال الفقرات اخرى، كانت تنظمات سهرات فنيه في الافتتاح، كان من اهم الفنانين اللي كانوا حضروها كان حمد الدرويشه ابن العملاق الاغنيه السي محمد درويشه الله يرحمه، وكانت هناك فرق انشاد بالاضافه الى فقرات اخرى. بالاضافه لهذا الشيء كامل كان هناك التبوريده الفانتازيا اللي كتبدا تقريبا من الصباح حتى العشاء، كتعتبر من بين الموروث الثقافي ديال المنطقه. اليوم على ان المهرجان يعني التنظيم ديالو شويه مازال هاوي، مازال ما التنظيم ماشي احترافي. درتيها لا ما غتكون هفوات، هذه اي حاجه بغيتي ديرها فوات، ولكن حنا عام ورا هاد الهفوات هذه اللي ما كيشتغلش هو اللي ما كيديرش الهفوه، اما اصلا اللي كيشتغل يقدر يدير واحد الهفوه غادي تطالع عن جوج.